قالت صحيفة لوفياغارو إن إسرائيل تدرس استخدام القنابل الإسفنجية لمحاولة إغلاق أنفاق حركة المقاومة الإسلامية حماس المحفورة في أقبية قطاع غزة، وهي قنابل لا تحتوي في الواقع على أي مواد متفجرة، لكنها تنتج من خلال تفاعل كيميائي انفجارا مفاجئا للرغوة التي تتوسع بسرعة ثم تتصلب. بحسب الصحيفة الفرنسية، فإن هذا السلاح الجديد طورته إسرائيل منذ سنوات عديدة، وشهد جنود الاحتلال الإسرائيلي ينشرون هذه الأجهزة خلال تدريبات في عام 2021، حين أقام الجيش شبكة أنفاق وهمية في قاعدة تسئيليم العسكرية بالقرب من الحدود مع غزة، لتغلق هذه الرغوة مداخل الأنفاق أو الثغرات التي يمكن أن يخرج منها مقاتلو حماس. ووفقا للأوفياغارو، فإن هذه القنابل تتكون من سائلين موجودين في الكيس نفسه، ويفصل بينهما حاجز معدني، وعندما يتم إلقاؤها في الأنفاق يختلط المنتجان لتسبب تفاعلا كيميائيا، ثم تنتشر موجة من الرغوة قبل أن تتوسع وتتصلب لتسد تجاويف النفق، ولا تسبب هذه السوائل انفجارات، وبالتالي تحد من الأضرار الجانبية، كما إنها مقاومة للماء والمواد الكيميائية وغير قابلة للاشتعال.